يشمل تطبيق نظام المناوبة بين الموظفين الحكوميين لخفض الأعداد في المكاتب ووسائل النقل وإغلاق المدارس وزيادة ساعات حظر التجول وإزالة جميع المقاعد من المقاهي. تعود تونس إلى الإغلاق الشامل لاحتواء انتشار وباء كورونا. إقرار الحجر الصحي الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد ما عدا عملية التزويد والقطاعات الحيوية، مع حظر الجولان من الساعة 4 مساء إلى غاية الساعة 6 صباحا من اليوم الموالي. قرار كان مرتقبا لكن ليس بإغلاق شاملا لا تتجاوز مدته 4 أيام. فلكسر حلقة العدوى بالفيروس يفترض أن لا تقل المدة عن 2 أسبوع حسب خبراء الصحة. الحجر الصحي اللي يكون عنده تأثير إيجابي على قطع سلسلة العدوى هو الحجر الذي يكون على الأقل لمدة 2 أسبوع أو 3 أسابيع، وهذا ما صرح به العديد من المسؤولين في وزارة الصحة التونسية سابقا. هذا من الناحية العلمية. من الناحية السياسية، هذا الإعلان لمدة 4 أيام للحجر الصحي لم يكن منسجم مع تصريحات سابقة للسيد رئيس الحكومة اللي كان أعلن وأكد فيها أنه حجر صحي شامل في تونس لن تكون له تبعات إيجابية. وعزت الحكومة التونسية اتخاذها سلسلة من الإجراءات الاحترازية إلى صعوبة وصول اللقاحات المضادة للكوفيد-19 قبل شهر شباط فبراير المقبل. ووصفت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الوضع في البلاد بالخطير للغاية، وبلغ عدد المتوفين منذ مارس الماضي جراء الوباء أكثر من 5300، فيما استقر عدد المصابين يوميا في معدل مصاب من كل 4، استنادا لما تسجله السلطات الصحية في البلاد بعد الاختبارات. ولكن الخوف كله في مدى قدرة تونس على استيعاب هذا الكم الهائل من الإصابات، فالمستشفيات تشهد اكتظاظا غير مسبوق، بل إن بعضها توقف عن استقبال مزيد من المصابين. من ناحية علمية ومن ناحية إدارة برامج الصحة، اللحظة ليست لحظة رعب وتخويف بقدر ما هي لحظة تحميل مسؤولية للمواطنين، لمؤسسات الصحة، للفاعلين الاقتصاديين الاجتماعيين وخاصة السياسيين في البلاد. وتشهد تونس أزمة اقتصادية خانقة زادت من حدتها الانقسامات السياسية، ويعود فيروس كورونا ليطل من جديد كعبء إضافي على السلطة الحاكمة في البلاد. بسام بونني، بي بي سي، تونس.